السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة القصة روبنسون كروزو الموجودة في كتاب المعاصر. إن شاء الله هنبتدي بالفصل الأول والفصل الثاني. عندنا بيج 30 أو 313 313 النموذج الأول. عندنا طبعا القصة شكلها توصيل وأسئلة بأدوات استفهام. دانيال ديفو كروز ذا بايرتس اللي هم طبعا القراصنة. عندنا the captain of the ship القبطان بتاع السفينة. took Crozo and the other sailors to Morocco wrote his first book كتب أول كتاب لي روبنسون كروزو. took Crozo to Brazil bought some goods to sell in Guinea he went to London هو راح لندن. أول جملة طبعا دانيال ديفو wrote his first book أول كتاب لي كان روبنسون كروزو. the pirates القراصنة طبعا bought some goods to sell in Guinea خدوا بضاعة. طبعا عندنا كروزو ثانية واحدة كروزو بوت سام جود تو سيل انجينيا اللي هي طبعا دي ذا بايرتس القراصنة. طبعا توك كروزو اخذوا كروزو واصحابه على فين على مروكو. ذا كابتن اوف ذا شيب القبطان بتاع السفينة هو اللي انقذ كروزو وخده معاه على فين على البرازيل. طبعا عندنا اربع اسئلة بأدوات استفهام. السؤال الاولاني وات ديد كروزو دو ان برازيل عمل ايه في البرازيل. طبعا هي وركد as a farmer اشتغل هناك ايه طبعا يا سنة تانية farmer يعني فلاح. what did Crozo decide to do after he was taken to Morocco as a slave طبعا هو مستحملش حياة العبد فقرر he decided to قرر ان هو escape يعني escape طبعا او runaway يعني يهرب. التالت والرابع تفكير نقدي يا سنة تانية. at the first night Crozo slept in a big tree نام في شجرة كبيرة. What does this tell us about كروزو؟ طبعا ان هو ينام في شجرة في اول ليلة ده يقول لنا ايه عن شخصية روبنسون كروزو. طبعا he was clever and intelligent وintelligent يعني ذكي intelligent and clever clever يعني ايه ماهر. Do you think كروزو was adventure؟ هل انت شايف ان كروزو adventure شخص مغامر؟ طبعا yes I do طبعا شخص ايه مغامر. النموذج الثاني كده احنا انتهينا من النموذج الاول كروزو's life as a sailor in the 1600 كروزو slept in a big tree to نام في شجرة كبيرة لكي. goods بضاعة were sold in Guinea اتباعت في غينيا was born in York in England goods were sold in Morocco بضاعة اتباعت في المغرب. be safe from the dangerous animals or people علشان يكون في امان من dangerous animals and people was dangerous يعني كان خطر. اول واحده طبعا كروز بي was born in York in England كروزز وفي ابوستروف اس يبقى البضاعه بتاعته were sold in Guinea. life as a sailor in the 1600 طبعا حياه البحرين كانت ايه dangerous كروز slept in a big tree نام في شجره كبيره to be safe علشان يبقى في امان من dangerous people and animals. اول سؤال how old كم عمر كروز when he went to London كان عنده كم سنة؟ طبعا he was 18. who من تسأل العاقل risked Crozo from the small boat طبعا the ship's captain القبطان بتاع السفينة هو اللي أنقذ كروزو ومش جايبين طبعا اسمه في القصة يبقى نكتب the ship's captain. تفكير نقدي 3 و 4 why do you think Crozo decided to be a trader again ليه عايز يرجع يشتغل تاجر تاني؟ طبعا براحتنا ممكن نقول to get a lot of money علشان يحصل على a lot of money. طبعا براحتنا ده تفكير نقدي. What do you think Crozo felt؟ تعتقد ايه شعور كروزو؟ انحس بايه؟ When he found himself alone on the beach لما لقى نفسه لوحديه على الشط طبعا اكيد he was afraid. afraid يعني ايه طبعا؟ كان يشعر بالايه؟ بالخوف. he was afraid and ممكن نضيف حاجة تاني felt sad وكان طبعا ايه حزين لان هو بقى alone. 314 314 نموذج طبعا ده مهم جدا كتاب المدرسة كله طبعا. ديفو traveled سافر كروز used a small boat يعني قارب صغير. كروز ship sailed into ابحرت all the sailors كل البحرين to escape from Morocco to
A lot of different countries were thrown into the sea. A big storm and started to sink. عاصفة بدأ سينك يعني يغوص. In a small fishing boat في قارب صيد صغير. أول واحد طبعا دي فو traveled B to a lot of different countries. كروزو used a small boat to escape. القارب الصغير استخدمه علشان يهرب. كروزو ship sailed into طبعا a big storm and started to sink. All the sailors كل البحارين طبعا were thrown كلهم ألقوا فين في المياه بعد العاصفة. أول سؤال What did the pirates do with Crozo and the other sailors البحارين ماذا فعلوا أو القراصنة ماذا فعلوا مع كروزو البحارين طبعا عملوا إيه They sold them باعوهم as slaves كإيه كعبيد اتباعوا كلهم as slaves. Why did Crozo sleep at the first night in a big tree? ليه نام في شجرة كبيرة في أول ليلة ليه طبعا to be safe علشان يبقى آمن from dangerous يعني خطر. الدينجرس مين ومين بقى سنة تانية people الناس and animals عشان يبقى في أمان من البيبل والانيمالز. Do you think Crozo was a brave man? Why? هل كروزو كان رجل شجاع؟ طبعا اكيد yes. Why? Because he escaped لانه هرب from the pirates هرب من الايه؟ البايرتس اللي هم القراصنة. اخر سؤال في النموذج ده Why do you think Crozo wanted to be to become a sailor لي كان عايز يبقى بحار طبعا عشان يشوف العالم to travel and see يرى the world ده سؤال طبعا مهم جدا وبيجي على طول في الامتحانات. النموذج الثاني عندنا when Crozo woke up on the beach عندما استيقظ كروزو على الشاطئ Crozo worked as a farmer Crozo's parents wanted him Crozo found a ship in London in Brazil to find a good job which was sailing to gain he couldn't see any of his friends اول واحده when Crozo woke up on the beach he couldn't see ما لقاش حد من ايه من اصدقاء ومن اللي بعدها Crozo worked as a farmer طبعا بي ان برازيل Crozo parents wanted him الوالدين كانوا دايما بينصحوه ان هو find a good job Crozo found a ship لقى سفينه طبعا which was sailing to Guinea. اول سؤال what animals ما الحيوانات did Crozo see when he woke up on the beach لما استيقظ على الشط شاف ايه طبعا شاف ships كانوا ايه الحيوانات الموجودين two cat قطتي السفينه اللي كانوا موجودين لقاهم على الشط what did Crozo bring back to London from Guinea ماذا احضر Crozo من لندن الى Guinea او من Guinea لندن طبعا جاب في اول رحله لي a lot of money رجع بفلوس كتير التفكير النقدي why do you think Crozo was unhappy when he was a slave ليه كان غير سعيد وهو عبد مكانش عاجبه ليه طبعا as he had to work hard for no money طبعا كان شغال he worked لانه كان يعمل for no money وممكن نقول because he loved to travel and see the world وطبعا حياة العبودية مش هتحقق له كده أربعة do you think that sleeping in a big tree was a good plan plan يعني خطة هل النوم في شجرة ده كان خطة كويسة why not طبعا yes to be safe علشان يبقى ايه في أمان from dangerous animal and people أو from danger يعني يكون في أمان من الايه الخطر هندخل على حل أسئلة الفصل الثاني page 324 صفحة 324 عندنا أول جملة اختيارات Crozo built a strong fort بنى قلعة قوية Crozo used a small raft to بنى قارب صغير لكي Crozo made raft يعني قارب صغير جدا Crozo made some pots عمل بعض أواني الطهي pots يعني أواني طهي في الكلمات طبعا in the valley هو valley اللي هو الوادي cooking and keeping his food يحفظ الطعام طبعا بانت طبعا دي البوتس
There were orange and lemon trees. أشجار orange و lemon. Go to the ship. يروح السفينة. Because it was too big. لأنها كانت كبيرة جدا. To live in safely. علشان يعيش بأمان. طبعا Crozo built strong fort E to live in safely. يعيش بأمان. Crozo used a small raft to. طبعا see small raft to go to the ship. علشان يروح السفينة. عشان يجيب الحاجات بتاعته. Crozo made some pots for a cooking and keeping food in the valley. في الوادي طبعا كان فيه هناك orange و lemon trees. How could Crozo collect tools. كيف جمع التولز. استخدمي طبعا by كلمة واحدة كلمة raft يعني قارب صغير. Why did the ship sink after Crozo collected the tools from it. ليه السفينة غرقت بس بعد مجمع من الحاجة. علشان حصل ايه تاني. Another storm. حصلت عاصفة اخرى نزلتها طبعا. On the beach there were a fire. كان في fire. And a man's footprint. اثار اقدام لرجل. How was that dangerous. كيف كان هذا خطيرا. طبعا لان هذا يعني it meant. لان ده يعني ان ايه بقى. طبعا السنة تانية ان there was انه ايه يوجد someone else في شخص اخر on the island على الايه على الجزيرة. Crozo was a good farmer. How Crozo كان فلاحا جيدا. اثبت ده طبعا ان هو he grow rice زرع ايه ارز. And مش بس كده عمل ايه تاني make cheese كان بيعمل جبنة on the island على ايه سنة تانية على الجزيرة. هو تعلم طبعا ده كله فين من حياته. The farmer in Brazil. النموذج التاني. Crozo used. Crozo استخدم his rice الرز بتاعه. Crozo cut down. Cut down يعني قطع. A very large tree شجرة كبيرة. Crozo found a man's footprints on. لقى أثر أقدام لرجل. Crozo caught a parrot. Parrot يعني بغبغاء. And taught it to علمه. The beach الشاطئ. To grow more rice يزرع رز تاني. To say some words يقول بعض الكلمات طبعا البغبغان. To build a big boat يبني قارب كبير. Because it was very happy لأنه كان سعيدا. أول واحد طبعا Crozo used his rice B to grow more rice يبقى أول واحدة B. Crozo cut down very large tree D to build a big boat. Crozo found a man's footprints on طبعا on the beach A. Crozo caught a parrot and taught it وعلمه to say some words يبقى C. When did Crozo know that he wasn't alone on the island. امتى عارف ان هو مش لوحدي على الجزيرة. طبعا لما شاف. When he saw a man's لما شاف a man's ايه طبعا footprint اثار ايه اقدام on the beach. لما شاف اثار الاقدام عرف ان هو he wasn't alone. Why did Crozo build the second boat. ليه بنى البيت التاني في الوادي. طبعا because the first one was too big او هو ليه بنى القارب التاني لان الاولاني ما قدرش طبعا يزيحه. Because the first one was too big لان الاول كان كبير ما قدرش يدفعه فين في الماء. What do you think the most important job. ما هي اهم وظيفة. That helped Crozo to live on the island. طبعا وظيفة الفارمر اللي هي الايه الفلاح دي اكتر وظيفة ساعدته. Do you think Crozo was happy on the island. هل Crozo كان سعيد على الجزيرة. Why not. راحتنا طبعا ممكن نقول no. Because he was alone. يعني he was alone لانه كان alone يعني وحيدا. اخر صفحة معانا ب 325 برضو على chapter 2. اسئلة مهمة جدا اسئلة الكتاب المدرسي. Crozo built the second house. بنى منزله الثاني. Crozo caught more goats and made. مسك بعض الماعز وعمل. Crozo couldn't push. ما قدرش push يعني يدفع يزيح يعني او يحرك البوت. Crozo was worried. كان قلقا. When cheese from their milk. جبنة من اللبن. In the valley في الوادي.
He saw a man's footprint on the beach. شاف أثر أقدام رجل على الشاطئ. Because it was too big. لأنه كان كبيرا جدا. Write a diary every day. كان بيكتب كل يوم diary يعني مذكرة يومية. طبعا كروزو builds a second house طبعا in the valley في الوادي. كروزو caught more goats and made وعمل ايه cheese عمل جبنة. كروزو couldn't push the boat ما قدرش يزيح القارب because it was too big. كروزو was worried كان قلقا when he saw a man's footprint. How did كروزو find in the how did كروزو take things from the ship to the beach كيف اخذ حاجات من الشيب للبيتش. السؤال ده حلنا طبعا by using raft باستخدام القارب الصغير اللي هو صنعه. What did كروزو find in the beautiful valley لقى في الفالي طبعا orange and lemon trees larger orange و lemon trees and melons ولقى برضو بطيخ. كل ده كان فين في الوادي. Why do you think كروزو wrote his diary every day ليه كان بيكتب مذكراته اليومية كل يوم ممكن مثلا to remember علشان يتذكر his life حياته or what happened on the island to him. تمام. Why do you think كروزو taught the parrot some words ليه علم البغبغان بعض الكلمات طبعا علشان to have لكي يملك أو يجد some company كلمة company معناها عشان يجد إيه طبعا صحبة كنوع من الصحبة يعني on the island فين على الجزيرة. النموذج الثاني كروز collected things جمع أشياء collect يعني يجمع. كروز learned to make clothes from اتعلم يعمل clothes من. كروز took 4 months أخذ 4 شهور لكي. The ship sank السفينة غرقت. Animal skins before the ship sank. Build a big boat because of another storm بسبب عاصفة أخرى. Because of another storm بسبب عاصفة تانية. He didn't feel safe لم يشعر بأمان. كروز collected things جمع أشياء طبعا before the ship sank. كروز learned to make اتعلم إن هو يعمل clothes from animal skin من جلد الإيه الحيوانات. كروز took 4 months قعد 4 شهور to build a big boat. The ship sank السفينة غرقت طبعا دي because of another storm بسبب العاصفة الأخرى. What is the problem with the first boat كروزو built ايه مشكلة القارب الأولاني. It was too big إنه كان كبيرا جدا. What did كروزو catch كروزو مسك ايه طبعا a parrot بغبغان ومسك حاجات تانية طبعا and some goats. How did كروزو's life as a farmer in Brazil كيف حياته كفلاح في البرازيل help him on the island ان هو طبعا grow more rice and make cheese تعلم يصنع تشيز يعني ايه جبنة. اخر سؤال Why do you think كروزو built a fort not a house ليه كروزو قرر يبني fort not a house طبعا لاني الفورت اقوى because لان forts القلاع are stronger and safer واكثر stronger يعني اقوى سيفر يعني أكثر أمانا. تمام بكده نكون انتهينا من شرح أو حل أسئلة chapter 1 و chapter 2. انتظرونا إن شاء الله في حل باقي الفصول الفصل الثالث والفصل الرابع وشرح باقي المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.